الرئيس السيسي يصل الهند للمشاركة بقمة العشرين، ويعتزم التأكيد على مساندة الدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة. ختام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بمشاركة أكثر من 8000 مشارك. روسيا تدافع في مجلس الأمن عن إجرائها انتخابات محلية بالأراضي الأوكرانية، وزيلينسكي يقر بالتفوق الجوي الروسي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمشاركة مصرية رفيعة المستوى تنطلق اجتماعات قمة مجموعة دول العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. قمة تأتي في ظل حرص مصري على التواصل مع مختلف التجمعات الإقليمية والدولية، وانفتاح يسعى لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية على السواء. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 والتي ستعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، كذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين بصوت أفريقيا والدول النامية، وذلك في ضوء ترأس مصر مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ COP27. لافتا إلى أنه فيما يتعلق بملف النيباد، فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية. أضاف متحدث الرئاسة أن رئيس عبد الفتاح السيسي سوف يركز خلال القمة على سبل توفير التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر، وسبل إصلاح النظام المالي العالمي واحتواء الخلل في ذلك النظام. تناقش قمة مجموعة العشرين عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي ستركز فيه الهند باعتبارها الرئيس الحالي للقمة على قضية التنمية المستدامة. يأتي ذلك فيما تطرح الولايات المتحدة خلال القمة عرضا بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ. قمة تأتي في ظرف دولي عصيب، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية ومناخية ومشكلات متراكمة تبحث عن حل أو توافق.
وتبدو القمة الحالية لمجموعة دول الـ20 التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي تبدو استثنائية من حيث ملفات والقضايا محل النقاشات، رغم الغياب الكبير للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين. باعتبارها تترأس القمة لعام 2023، تريد الهند التركيز على التنمية المستدامة بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية، كما أن قمة نيودلهي تأتي كفرصة أيضا للهند في تقديم نفسها كقوة عظمى ووسيط يعتمد عليه، رغم تحالفها مع روسيا والصين وموقفها من الأزمة الأوكرانية، حيث رفضت الإذعان للعقوبات الغربية على موسكو. من جانب آخر، يبدو أن غياب الصين صار فرصة مفاجئة وسعيدة للولايات المتحدة لتستعيد قوتها الناعمة، وهو ما أشار إليه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال إن بلاده ستشارك في القمة ومعها عرض قيم بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ. وتتضمن الحزمة الأمريكية إعادة هيكلة الديون السيادية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي يقول سوليفان إن الدول ستستفيد من أكثر من 200 مليار دولار. وسوف تشهد القمة ضغوطاً على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها من أجل توفير 100 مليار دولار لتمويل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سنوياً لمواجهة تغير المناخ. هي قمة مصيرية سيحاول خلالها المشاركون تحقيق أهدافهم، لكن يظل حلم التوافق بشأن القضايا والأزمات الدولية مثار شك كبير. للمزيد حول وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في اجتماعات مجموعة الـ20، ينضم إلينا مباشرة من نيودلهي الزميل علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري. علاء، مثلما تابعنا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحدث في هذه القمة المهمة، وذلك باسم الدول النامية وبصوت أيضا أفريقيا، أبرز الملفات التي ستطرح خلال هذه القمة من الجانب المصري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، التركيز خلال كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته ومباحثاته التي من المنتظر أن يجريها سيادته مع عدد من رؤساء وقادة حكومات الدول المشاركة في هذه القمة الهامة، من المنتظر أن تتصدر ملفات مثل دمج الاقتصاد، اقتصاد الدول النامية ودول الجنوب بشكل عام في إطار الاقتصاد العالمي، تلافي حدة التأثيرات السلبية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتخفيف حدة هذه التأثيرات على الدول النامية وفي الصدارة منها الدول الإفريقية التي تسعى إلى إقرار عمليات للتنمية المستدامة، أيضا التركيز على قضية استدامة التمويل للمشروعات التنموية التي دشنت وتدشن في هذه الدول خاصة في دول القارة السمراء، والعمل على مد جسور من الشراكة الجديدة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية وبين دول المجموعة الكبرى، خاصة وإذا علمنا أن هذه الدول دول مجموعة الـ20 تستحوذ على نحو 85% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، وأيضا تستحوذ على 80% من حركة التجارة العالمية، ما يحمل مع هذه الشراكة يعني منشودة فرص هائلة للجانب الإفريقي أو الدول النامية أو دول الجنوب بشكل أوسع من هذه الشراكة، والاستفادة سوف تكون من للطرفين، تحقيق استدامة التمويل للمشروعات التنموية في الجانب الإفريقي من جهة، وأيضا تحقيق فرص استثمارية واعدة للدول الاقتصادية الكبرى التي تسعى أيضا للخروج من هذه العثرات وهذه التحديات الاقتصادية التي فرضتها عدد من الأزمات والتحديات سواء السياسية أو الاقتصادية عالميا. أيضا هناك قضية التغيرات المناخية والتي تحتل الصدارة في مباحثات السيد الرئيس أو في خلال مشاركة سيادته في هذه الاجتماع، بوصف مصر هي الرئيس الحالي للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ COP27. هذه القضية أيضا توليها قمة الـ20 أهمية قصوى في إطار سعي الدول الكبرى لتحقيق المعادلة المناخية أو
المعادلة الصفرية المناخية، صفر انبعاثات حرارية، في ضوء أيضا خلافات ما بين دول المجموعة نفسها بالتراجع عن عدد من الالتزامات والتعهدات بتقليل وخفض الانبعاثات الحرارية والاعتماد على الوقود الإحفوري. أيضا تأتي هذه القضية لتفرض على الحاضرين الاستماع بعناية لصوت الرئيس عبد الفتاح السيسي وصوت مصر في هذه القضية تحديدا. كانت هناك مقاربات وأطروحات مصرية هامة في هذا الشأن، وهو صندوق لتخفيف حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الدول النامية، من خلال أن هذه الدول لم تتسبب في هذه الأضرار، وإنما كانت هي التي تحملت النصيب الأكبر من هذه التبعات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. أيضا قضية انضمام الاتحاد الإفريقي لدول المجموعة تحتل الصدارة من خلال دعم هندي قوي لهذه الفرضية، وتصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان آخرها أول من أمس عندما قال أنه لن تنجح أي خطط اقتصادية عالمية للتعافي من هذه التأثيرات السلبية دون الاستماع إلى صوت القارة الإفريقية التي تحتوي على الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية التي تضمن يعني مد القوى الغربية والقوى الكبرى بالكثير من روافد التنمية وروافد الاقتصاد الجديد الذي تطمح إليه هذه المجموعة. نعم. أيضا سيطر على هذه القمة قبل أن تبدأ اجتماعاتها غياب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أوفد وزير خارجيته سيرجي لافروف، وأيضا الرئيس الصيني تشين جين بينغ الذي أوفد رئيس مجلس الدولة الصيني. غياب الرئيسين يضفي الكثير من التساؤلات حول توترات مكتومة قد يعني تحملها هذه الاجتماعات لغياب الرئيسين وغياب الصين وروسيا، ولكن هناك اتجاه من الرئاسة الهندية بالابتعاد عن النقاشات السياسية والأزمات السياسية والتركيز على الاقتصاد العالمي وفرص النمو العالمي. إذن مشاركة مصرية إيجابية فاعلة في كل هذه القضايا والملفات، سواء ما يتعلق منها بالاندماج مع الاقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتحديات التغيرات المناخية وغيرها من الملفات الهامة التي سوف تكون مطروحة على أجندة عمل الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه مشاركة مهمة بالتأكيد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. أشكرك جزيل الشكر على رشوان موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل نحو 25 مليارا و600 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%. أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار، وذلك خلال عام 2022 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%. وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال قمة قادة مجموعة العشرين. تشارك الإمارات في القمة كضيف شرف، وتعقد القمة في مدينة نيودلهي تحت شعار أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد. We'll be right back.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين. وبعد نزوله من الطائرة الرئاسية وحضوره مراسم استقبال، توجه بايدن إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان في استقباله. هذا وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في حوار على متن طائرة الرئاسة أنه سيتم إصدار بيان كامل بعد اجتماع بايدن ومودي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة للشكاوى وطلبات المواطنين. جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها عن شهر أغسطس الماضي. ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى تلقي ورصد 134 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أغسطس. تم توجيه نحو 106 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة إلكترونيا، وتم حفظ 22 ألف شكوى وفقا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. تتواصل فعالية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي يعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط بمشاركة عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بقيادة محمد نجيب العسكرية. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذي ينفذ بقائدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب صف 09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة. كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب.
وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك CBX الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية. كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة STX التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني ونفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة تضمنت عدداً من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة. اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعالياته عقب انعقاده على مدار 4 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية. كما شارك بالمؤتمر أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم، حيث تضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة 65 جلسة حوارية شارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب. نحو تنمية مستدامة جاء ختام المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة على مدار 4 أيام. اجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية. كان واضح من الوجود في المؤتمر قد إيه المشاريع اللي مصر بتعملها حاليا على مستوى عالي، وإن في رؤية واضحة للتقدم في المجال ده. وطبعا مجال الإسكان والصحة دي حاجة مهمة جدا، وإحنا من خلال هيئة فولبرايت بنعمل مع وزارة الصحة علشان نبعث الشباب المصري عشان يتعلم في الخارج، وبنجيب خبراء يشتغلوا مع الشباب على المشاريع هنا في مصر. هذا تجمع العالمي لخبراء في عدد من المجالات من خلال إقامته بمصر فرصة عظيمة لتقديم تسهيلات وخطوات لحل العديد من المشكلات بالسكان. ومن خلال الدور القيادي لوزارة الصحة والسكان المصرية من خلال هذا المؤتمر تم تحديد أدوار واسعة في مواجهة الأمراض الصحية ومن بينها السرطان بأفريقيا، وتحديدا بمصر والجزائر والمغرب وكينيا، والجهود المبذولة للوصول إلى
خلال الصناعة الدوائية الجيدة والتوعية الوقائية تجاه مرض السرطان من خلال تعاون الشركات في صناعة الدواء. في 65 جلسة حوارية تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر عدد من النقاشات التفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، من بينها الاستثمار والصناعات الدوائية وتعزيز الابتكار والبحث والاتصالات الفعالة. المؤتمر هذا تحدث على موضوعات مختلفة، وإذا بتشوف من العنوان بيركز أولاً على السكان، القضية الثانية بركز فيها على الصحة، والثالثة على التنمية. فمن دون ما نحن نركز على جودة صحة السكان وتعليمهم ما رح يكون في عنا تنمية. كنت جزءا من خطط العمل المشتركة في منظمات حقوق الإنسان من أجل حياة أفضل، والعنصر الأساسي في هذه العمليات المشتركة هو حق الإنسان في الحصول على تعليم جيد واحتياجه للفرصة لتحقيق ذاته حتى لا يكون عنصرا إجراميا. بأكثر من 270 متحدثاً بمجال الصحة والسكان والتنمية، وقعت مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء عدداً من البروتوكولات لتبادل الخبرات للخروج بتوصيات قابلة للتحقيق على أرض الواقع. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. شهدت جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني مناقشة ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول، السينما والدراما والتلفزيون. على هامش هذه الجلسة أكد الملحن محمد رحيم على ضرورة الاهتمام بنشر الموسيقى في المدارس. أول ما حسيت أن أنا عندي يعني حب وشغف لمجال الموسيقى، فطبعا لقيت عندنا في المدرسة بتاعتنا أوضة فيها إكسليفون وكورديون ودرامز ومش عارف إيه، فبدأنا نهتم أن احنا ناخد فكرة عن الألات دي كلها. فيبدأ هنا يبان لحضرتك بقى أنه لو عندك فعلا موهبة هتبتدي تلاقي نفسك تتعلم آلة، هتنقل بعد كده على الآلة التانية. طب إيه اللي مش موجود؟ تبتدي تتكلم المدرس بتاعك عليه، يبتدي يديلك معلومات، بيبتدي بروفات 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 على مدار مثلا 3-4 شهور من السنة، بتلاقي نفسك عملت مستوى كويس، تقترح مع أصدقائك طب ما تيجي يا جماعة نعمل باند، فنعمل باند لنفسك، بننزل حفلات، فبعد كده بنتقاضى أجور، فتلاقي نفسك من سن صغير جدا بدأت بتجيب ولو مبلغ صغير جدا بتوديه على البيت، مامتك تفرح بيك جدا. هي طبعا مش بس هي المغزى ان انت اتعلمت من الصغر طبعا، فبالتالي الاهتمام بيها في المدارس بتلاقي طبعا انك انت في المدرسه بدات فعلا تعملي مستوى كويس يأهلك انك فعلا تنزلي تحترفي في السوق. شدد الموسيقار هاني شنودة على ضرورة الحفاظ على الأغنية المصرية والارتقاء بها. طلب شنودة بقيام وزارة الثقافة بإنتاج الأغاني لرفع الذوق العام. انا رأيي إن علشان تطرد العملة الرديئة من السوق يبقى في عملة جيدة، عايزين وزارة الثقافة تنتج الأغنية أو وزارة الإعلام، هي الإعلام خدوا الأغنية من الثقافة، عايزين نرجعها للثقافة لأنها هي ده الأب الشرعي للأغنية والموسيقى التصويرية. اثنين، عايزين نوجه بقى للسيدة نيفين لوزيرة الثقافة، نقول لها اعملي مرة كل شهر كل الموسيقات التصويرية بتاع الناس النابهة قوي، هتلاقي جمهور، وهتلاقي ان انت هتتعمل مرتين في الشهر ثم ثلاثة ثم كل اسبوع ثم يوم او يوم لا، لان اللي بيسمع موسيقى بيطلع هادي، وحتى وهو سايق وهو رايح البيت بيبقى هادي، وهو فاحنا بندور على مجتمع هادي ومجتمع محب البعض ومخلص، مش هيحصل إلا بالموسيقى البحتة.
قال سعد بدوي الطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إنه شارك في الحوار حول الأنشطة الطلابية واتحادات الطلاب والمشاكل والتحديات التي تواجهها، وأضاف أن الأنشطة الطلابية تمر بمشكلة عدم وجود تمويل ثابت، ولهذا تم التقدم باقتراح يقضي بالشراكة مع رجال الأعمال والشركات. احنا اللي مقدمين طبعا الانشطه الطلابيه بتمر باكبر مشكله، هي مشكله التمويل، ان ما فيش تمويل ثابت للانشطه الطلابيه، ومقدمين مقترح بان الوزاره توفر لنا شراكات بقى مع رجال الاعمال ومع مصانع الاغذيه ومع شركات الاغذيه علشان خاطر يوفروا لنا سواء الوجبات، يوفروا لنا اشخاص اعلاميه تظهر تؤدي لان النشاط ده يذيع صيته، وطبعا الوزارات تقدر توفر لنا ده بشكل افضل. مقدمين طلب لوزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم العالي ان القاعات توفر لنا بدون رسوم ولو حتى رمزيه، وان نقدر نستخدم قاعات التدريب المدني في مركز الجزيره مجانا. قالت ميار سامي نائبة رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية إن هناك تمكينا ودعما للشباب من قبل الدولة. وخلال مشاركتها في الحوار الوطني أوضحت أن الحضور ناقش كافة التفاصيل واقترح التوصيات بخصوص الأنشطة الطلابية. يعني أنا شايفة تمكين للشباب بشكل فظيع، وجوه في الحوار الوطني الحقيقة سمعنا توصيات كتيرة ومشكلات كتير اتعرضت بكل حيادية وبكل حرية في الرأي والتعبير بدون حكر على آراء حد، وكان في بالفعل جوه سياده النائبه احمد فتحي قال لنا ان كل التوصيات اللي انتوا هتعملوها هتوصل لفخامه الرئيس، فبجد في توصيات بخصوص الانشطه الطلابيه واللائحه الطلابيه وتعديلها والقوانين بتاعتها. كنا يعني في عائق جدا بيمثلنا في اتحاد الطلبه في بعض المشكلات، فاحنا الحمد لله وصلنا صوتنا، واثقه جدا جدا في القياده السياسيه ان هي تكون على قدر المسؤوليه في تحقيقها باذن الله. قالت هويدة طاهر العضوة بحزب حماة الوطن إن المناقشات جرت مع شباب لديه فهم بمعنى السياسة والحوار الوطني والديمقراطية ويناقش مشاكله بنفسه. لدينا بالفعل شباب على قدر عال من الوعي، وعلينا أن نتجنب أن ينساق الشباب في أي طريق آخر. اولا هيخرج من المجتمع بتاعنا شباب واعي، فاهم يعني ايه سياسه، فاهم يعني ايه حوار وطني، شباب قوي. استحاله العب بفكره خطا، لان هو كده بيبتدي على ارض الواقع يفهم يعني ايه سياسه، يعني ايه حوار، يعني ايه ديمقراطيه، وهو بيناقش مشاكله بنفسه. فبالتالي انا عندي شباب واعي فاهم، مش هقدر يعني بتجنب ان هو ينساق في اي طريق تاني، لان هو شاب واعي فاهم يعني ايه حوار، بيبدا يقف هو ويقول مشاكله ويقول القضايا بتاعته. إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، دفع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينتيا عن إجراء الحكومة الروسية انتخابات محلية بالأراضي الأوكرانية. وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل أمام الجيش الروسي. نعرف أن الغرب يشن حربا مختلطة ضد روسيا أو حربا هجينة ضد روسيا، ولكن هذه المحاولات قد فشلت، ولذلك فهناك مفاوضين عسكريين يحاولون إجبار سكان تلك المناطق على الانضمام إلى القوات العسكرية الأوكرانية. والاتحاد الأوروبي يدعم هذا التحرك في انتهاك واضح لقوانينه. أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف إن استمرار التفوق الجوي الروسي يعرقل الخطط الأوكرانية للتقدم، داعيا لإمداد بلاده بمزيد من الأسلحة لمضاهاتها بنظيرتها الروسية وخاصة للقوات الجوية. Насправді. А вибір того, у що хочеться вірити, насправді, вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім пріоритетом. Україна зараз символізує стандарт свободи, в якому люди з різних...
نددت وزارة الخارجية الأوكرانية بانتخابات تنظمها روسيا في أراض أوكرانية تسيطر عليها موسكو. وتنظم روسيا انتخابات إقليمية بما في ذلك 4 مناطق أوكرانية لا تخضع لسيطرتها الكاملة، هي دونسك ولوهانسك وزابوريتجيا وخيرسون. وصرحت كييف أن الانتخابات في الأراضي الأوكرانية تنتهك بشكل صارخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما تخالف القانون الدولي. حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نختتم نشرة التاسعة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الهند للمشاركة بقمة 20، ويعتزم التأكيد على مساندة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة. ختام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بمشاركة أكثر من 8000 مشارك. روسيا تدافع في مجلس الأمن عن إجرائها لانتخابات محلية بالأراضي الأوكرانية، وزيلينسكي يقر بالتفوق الجوي الروسي. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع زميلة هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. اهلا بيكي. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا فاطمه. ويعني الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. وطبعا كنت بغطي مهرجان العالمين، ويعني الحمد لله موسم اول حصريه الحقيقه كانت ممتازه جدا، والقناه الاولى تميزت بيها جدا. يعني اشكرك مجهود كل الناس، ويعني الحمد لله ان احنا كنا قدام دوره اولى ناجحه جدا، العالم كله كان بينظر لمدينه العالمين، المدينه الحقيقه يعني دلوقتي تمثل وجهه هامه جدا على ساحل البحر المتوسط، وجهه سياحيه متفرده بكل يعني ما تمتلكه هذه المدينه من امكانات. ودي كانت الدوره الاولى، فان شاء الله كمان الدورات اللي جايه في السنوات اللي جايه كمان تكون اقوى واكبر يعني ان شاء الله.
اكيد النهارده انت في دايما في الويك اند بتكون الموضوعات مختلفه، بس اعتقد انه الخبر الابرز طبعا القمه، قمه العشرين، وانه السيد الرئيس بيتحدث في هذه القمه بصوت افريقيا والدول الناميه. اعتقد انه ده هيكون العنوان الابرز معاكي يعني النهارده. صحيح، هنتابع معاكم ومع الساده المشاهدين كل ما يحدث في قمه مجموعه العشرين، والحديث عن انضمام الاتحاد الافريقي لهذه القمه حديث هام جدا بتاكيد بتنتظر الدول الناميه وبتعول عليه بشكل كبير. وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوه مصر حضور هذه القمة يعني ليه معاني كتير هامة بتهمنا احنا في مصر وبتهم كل الدول الأفريقية بكل تأكيد. هنتابع معاكم على مدار النهاردة الحلقة. أنا بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التسعة. كل التوفيق إن شاء الله يا هدير. شكرا، أستأذنكم نبدأ حلقة.